يعد سليمان العيسى الذي ولد عام 1921 في قرية النعيرية قرب أنطاكيا بلواء الإسكندرونة واحداً من أبرز الشعراء العرب المعاصرين، وشعره الغزير يدور في معظمه حول المواضيع الوطنية والقومية والطفولة التي رأى فيها الملجأ الأخير لآمال الأمة العربية. تلقى تعليمه في القرية وأنطاكيا حيث وضعه المدير في الصف الرابع مباشرة، وكانت ثورة اللواء العربية قد اشتعلت عندما أحس عرب اللواء بمؤامرة فصله عن الوطن الأمي سوريا، وحينها شارك بقصائده القومية في المظاهرات والنضال القومي الذي خاضه أبناء اللواء ضد الاغتصاب وهو في الصف الخامس والسادس. كيف لا وهو ابن اللواء السليب والذي غادره بعد سلخه ليتابع مع رفاقه الكفاح ضد الانتداب الفرنسي، ثم تابع دراسته في حما ودمشق وتخرج في دار المعلمين العليا ببغداد، عمل مدرسا في حلب وموجها أولا للغة العربية في وزارة التربية. الشاعر الذي غادر لواء اسكندرون مرغما في صباه حمل أرضه الأولى مثل وشم في الجلد، واكتشف فجر البعث بصحبة مؤسسه الأول زكي الأرسوزي، ذلك الحلم الذي لم يخبو يوما في حياته وأشعاره، حتى بعدما ابتعدت البوصلة عن جهة الأمل كان شاعر البعث يزداد يقينا شعريا بإنجاز هذا الحلم العصي. اسفح خيالك في الذرى في السهل أخضر أخضر، اسفحه في أنطاكية، أهلي وأهلك يبدأون العرس في أنطاكيا. هذه منابتنا التي حفرت طفولتنا على خد البنفسج والضفاف الغالية. هذه منابتنا التي حفرت طفولتنا على خد البنفسج والضفاف الغالية. إلا أن أكثر ما أثر في حياة الشاعر سليمان العيسى إضافة إلى سلخ لواء اسكندرون نكسة عام 1967 والتي هزت المثقف العربي من الداخل، إلا أنه ولد من جديد نتيجة هذه النكسة. وعند هذا الحد صمت الشاعر الذي كان يهتف أمة الفتح لن تموت وأني أتحداك دونها يا فناء، جراء هول الفجيعة واحتضار الأمل، إلى أن وجد عزاءه أخيراً في الكتابة للأطفال أثر خيبته الكبرى مما أصاب الأمة من انكسارات وهزائم، فعمل على خلق جيل جديد بسببها، وهذا ما انعكس على عمله في وزارة التربية، وقال إن خسارتنا أمام إسرائيل كانت خسارة ثقافية بالدرجة الأولى، ولذلك يجب علينا أن نحاربها على صعيد الثقافة، وهذا يعني أن نصنع مناهج جديدة لتنشئة أجيالنا وتكوين إنسان عربي واع قادر على مواجهة أي عدوان يأتي إليه. لهذا فالقصائد التي كتبها سليمان العيسى للأطفال ليست مجرد أدب للترفيه، فهي تحتوي على أبعاد أخرى يهدف الشاعر من خلالها إلى المساهمة في وضع أساس يقوم عليه التكوين العقلي والعاطفي للأطفال والشباب وتنمية مداركهم وخيالهم. هذا بساط رائع النقوش والصور، حديقة فيها العصافير وفيها الزهر والثمر، فهذه شجرة الليمون، فهذه شجرة الليمون توشك أن تحكي بها الأوراق والغصون، وبالبساط صورة لجدول صغير يجري ويسقي كل شيء ماءه النمير، وهذه عصفورة حطت على سياج منخارها الأحمر ما أحلاه. وكما غنى سليمان العيسى للعرب الصغار بقيثارة الطهارة والبراءة والأمل، عزف للكبار سيمفونية البطولة والكفاح والفداء، وذكرهم بما حققه أجدادهم من تضحيات وانتصارات، ودعاهم إلى المقاومة والانتفاضة ورفض الاستعمار والهزيمة واليأس والتطبيع.
ويحتل الشاعر الراحل مكانة مرموقة في الحياة الثقافية العربية بوصفه شاعراً وتربوياً أخلص لكتابة القصيدة العربية. وبذلك يكون الأديب الشاعر سليمان العيسى ترك لنا إرثاً ثقافياً متميزاً، إذ أثرت في مكوناته الأدبية والثقافية ومزج ما بين التراث والمعاصرة ليقدم بذلك أدباً أشاد به كل من درسه.